فينيسيوس مع مدربه أنشيلوتي، هذه كانت في الشوط الأول بعد تسجيل الهدف الأول أو الهدف الثاني، صورة معبرة لحال ريال مدريد اليوم. أنشيلوتي المدرب الذي كان فقيرا ومفلسا تكتيكيا في حديث مع اللاعب الخطير والسريع والمكير الذي لم يفعل شيئا اليوم، تم إخفاؤه بنجاح. وولكر كان أسرع منه، شاهدناه في بعض اللقطات يجري أكثر منه ويفتك منه الكرة. تفضل ياسر. أكيد الصورة توضح كل شيء، تلخص لك بالشوط الأول اللي مر به فينيسيوس، لأنه حالة حيرة للاعب. اللاعبين المهاريين لما ما يمسوش الكرة لوقت ولا لوقت يحسوا أنهم ما وكأنهم غير موجودين. لهذا شفنا أنه فينيسيوس تقلق شوية من الوضعية اللي كان فيها الفريق، يعني مالفين، يعني كاين ردة فعل. في هذا الشوط هذا ما كانش ردة فعل، يعني شفنا ريال مدريد تائه، ريال مدريد يدافع، ريال مدريد ما قدرش يعمل ثلاث او اربع تمريرات بين ارجل اللاعبين. لذا المهاجمين هما اللاعبين الاوائل اللي نقولوا ينضروا، ما يدخلوش في الماتش وما يكونوش كره. رجعنا هذه الصوره لانها فعلا صوره معبره للغايه عن الوضعيه الكارثيه التي حتى بنزيما حتى رودريجو هو اللي فينيسيوس حائر ويطلب المدد والدعم من مدربه، يطلب النصيحة وكان يقول ماذا نفعل، لكن يبدو أنه المدرب شوف لغة الجسد ووضعه. يقول ربي معكم أنا عامل. فينيسيوس لاعب رائع محمد، لاعب اللي يمتاز. يقول ربي معكم أنا سفري وقاع ما موفتوش أو سفري. لا أعتقد بأنه غابت الحلول اليوم، ولا مدرب آخر ولا لاعب آخر يقدر يلقى حلول كما قال لك الياس بوكري. لا اسمح لي، ما يلقاش حلول بعد ما وضع نفسه في هذه الورطة. لكن أنت متعادل هدف مقابل هدف، كنت قادر تعمر وسط الميدان وتتحفظ في اللعب، ما تتلقاش أربعة أهداف. أنا نحكيو على نعمر وسط الميدان، لكن الميدان شيء آخر. محمد كاين شيء واحد اللي قال حل من غير المدرب، اللاعب اللي يكون عنده خبرة في الوضعيات هذه اللي سالتك منذ قليل. هناك وضعيات في او مراحل في المقابله عليك ان تسيرها بالتجربه تاعك من غير اللاعبين، يعني تكون مريت بها وتكون حاس، ولازم تكون عندك وقت اللي تخلي الفريق تاعك يسترجع ويعاود ينظم روحه، سواء باحتفاظ بالكره او بجلب مخالفات او بلعب الكره الى الامام من اجل كما يقولوا جعل الكتله تتقدم. الاشياء هذه تكون فيها حيله، لكن انك تستقبل يعني الضغط من بدايته الى غايه نهايه الشوط الاول، هذا عرفنا بان كريم بنزيما اكثر من سجل على اللاعبين الانجليز بعد ميسي، 27 هدف وبنزيما 20 هدف، لم يفعل شيئا اليوم. بنزيما كان اكثر حيره من فينيسيوس. لم نتحدث عنه، كريم بنزيما كان من المفروض ان يحمل الريال على كتفه، كان من المفروض ان يقوم بلقطه، ان يقوم بهربه، ان يسجل هدف، ان يقوم بتمريره، لم يفعل اي شيء اليوم حسين. لم تصله كرات محمد، كما شفنا يعني الحيره تاع فينيسيوس. بنزيما نفس الشيء، لان هادو مهاجمين اللي راهم يلعبوا في الهجوم، لازم يكون عندك خط وسط قوي يلحق لك كرات، يكونوا يعني كرات يعني متبادله. شفنا فريق ريال مدريد يعني محمد ما دارش يعني سات باس كونسيكوتيف، ما دارهمش يعني سبع تمريرات فيما بينهم ما كانش. هذا شيء محير بالنسبه لفريق مثل ريال مدريد اللي عنده يعني المرتدات الخطيره، عنده الهجمات السريعه المضاده. فريق ريال مدريد لم يقم باي شيء محمد باش يفوز اليوم ولا باش يرجع الكفه، خاصه تصريح تسمح لي حسين قطعتك، تصريح لأنشيلوتي الان. أنشيلوتي قال تلقينا هزيمة مؤلمة جدا، وفي جوابه عن سؤال ماذا قال له فينيسيوس في تلك اللقطة قال لا أتذكر، يبدو أنه فقد الذاكرة أو أنه تحاشى طبيعة الحال. شوف محمد، ضغط المباراة يعني ريال مدريد ضد السيتي، وهناك ضغط آخر وشنو هو محمد؟ ضغط فريق غوارديولا، لعبوا له بالضغط العالي. نتذكروا أنا ذاك يعني فريق كلوب في النهائي الموسم الماضي لعب له مثل ما لعب مانشستر سيتي، لكن مش كانت محمد، كانت ردة فعل لفريق ريال مدريد. كان عنده فالفيردي في احسن ايام وفينيسيوس في احسن ايام، وكانت عندهم لافريشر فيزيك. شوف الحاله البدنيه تاع فريق، انا شفت مليح محمد لما نشوف نقول لك حاجه يعني تكون، ويعني مع مر الوقت تتاكد هذا الخبر. فينيسيوس
كان ثقيل محمد في كان يروح بالكرة ما كانش سريع كما نعرفوا فينيسيوس. نعم. فالفيردي أيضا محمد في لوروبلي ديفونسيف في رجوعه إلى الوراء باش يوقف يعني ويقابل فريق مانشستر سيتي كان رجوعه ثقيل أيضا. شفنا لاعبي فريق ريال مدريد ما كانوش في مستوى يعني بدني. نعم. عالي. وغوارديولا يخلد انتقامه من ريال مدريد اليوم تاريخيا حيث أصبح المدرب الأكثر إطاحة بريال مدريد في نسخ مختلفة، أطاح 3 مرات بريال مدريد وأخرجه من منافسة الشامبيونز ليج، وهو أكثر مدرب يحقق هذا الإنجاز. بيب غوارديولا الذي أقصي الموسم الماضي على يد الريال في نفس هذا الدور، ها هو يعود وينتقم لنفسه. عنده المدرب الكبير والمدرب يعني يقولوا المربي، لأن مدرب راهو مربي، ما تكونش عندك مشدة مع اللاعب محمد، هناك انضباط، هناك قانون داخلي، هناك عدة أشياء اللي تقدر تمر لها قبل ما يكون عندك صراع مع اللاعب. هنا شوفوا غوارديولا صح كان يكون قبل هذه اللقطة محمد تكلم معه كثير، لأن معروفة لما تكون تلعب أنت ومدرب يتكلم معك إلا أنت يعني يروح منه يعني تسمع المدرب. نعم. راهو في راهو ماهوش بعيد عليك يعني كثيرا، خاصة ولا كنت من جهة تاعو يعني في بعض الأحيان لما تشوف بلي زاد على حده تقدر تدير معها يعني. نعم. رياكسيون، لأن راك في مرحلة تاع الضغط. محمد قبل ما نتكلموا على اللقطة هذه نتكلموا على دي بروين بحد ذاته. دي بروين. نعم. هو العقل المدبر يعني. صح. دي بروين بتمريراته بقراءته للعب بالأشياء اللي يقدمها للفريق ككل، اليوم دي بروين شفنا الدقة تاعو كانت ناقصة ما عدا التمريره اللي تاع، ولكن هي كانت تمريره يعني بينه ما كانتش، باقي التمريرات كانوا كلهم اسيست. اسيست. باقي التمريرات ما كانوش مدققه يعني، تحس بان اللاعب ما راهوش من الناحيه النفسيه ماهوش يعني 100%. لكن اللقطه اللي جرات مع المدرب تاعو نظن انه كان في حاله ضغط نفسي من اللقطات اللي كانوا يمروا عليه، يعني لما تضيع الكره خطره واثنين ومن بعد يضيعها، والمدرب ربما كان تكلم له على هذه الاشياء ربما من دون قصد، ولا هذا الشيء يخلينا نشوفوا انه العلاقه بين المدرب هي علاقه زملاء وليس مدرب ولاعب. نعم. لانه لو كان مدرب ولاعب ما كانش يدور ويتكلم مع هذا الشيء، ولكن ربما الصداقه والعلاقه اللي تكون بين المدرب واللاعب احيانا اللاعب ينسى نفسه ويدور. نعم. ويرجع الكلام، لهذا نقولوا احنا دائما العلاقه بين المدرب واللاعب احيانا تكون. نعم. نشوفوها احنا بلي، ولكن هي في طبيعتها. نعم. من اجل مصلحه الفريق. نتحدث الان عن الوحش الكاسر هالاند، لم يسجل ذهابا وايابا ميدو، ولكن اليوم كان خطيرا ومزعجا وضيع الكثير من الفرص خاصه في بدايه المباراه، وضيع واحده في الشوط الثاني وجه لوجه. نعم. كورتوا قدم، انا اللي كان جات لي اليوم اليوفا افضل لاعب في المباراه تيبو كورتوا، لانه انقذ ريال مدريد من فضيحه. ما تقدرش تمد عادي حوالي 5 تصديات ميدو، حارس يتلقى 4 اهداف تعطيلو افضل لاعب في المباراه. شوف تصديات بار كونتر حتى وتصدى 100 تصديده تلقى 4 اهداف. الميريت التروفي تاع ميور جوار دو ماتش انقذهم من فضيحه اليوم. كان ممكن ربما بحارس اخر تلقى 4 اهداف كان راح يكون النتيجه هذه 6 ولا 7 اهداف بشكل باريحيه، لانه شفنا. انت تعتقد بانه غياب المدافع المتوحش روديغار كان من اسباب ضعف ريال مدريد اليوم في الدفاع؟ لا، اليوم يلعب ميليتاو الذي تقول بان الصحافه المدريديه وجماهير ريال مدريد يقولون بانه افضل متوسط ميدان في العالم، متوسط دفاع في العالم، افضل محوري في العالم. ما شفنا اليوم بين القول والفعل ما حتى بين روديغار ماشي مستوى زعما تاع مباراه الذهب، لكن مباراه الذهب اسمح. نعم. لي خدمته ظروف مشات منظومة دفاعية لريال مدريد مشات جيدة. أي ظروف لاعبي وسط الميدان يعني مدريد أي ظروف خدمته ظروف أنه الزملاء وكانوا في المستوى. ما يقدرش اليوم لاعب واحد يوقف فريق، ما كاش انتهى وقت مارادونا هذاك في الثمانينات، لاعب يجيب مباراة ولاعب كان ميسي وحده يقدر يقلب لك ماتش منظومة، لكن اليوم كلش منظومة في مباراة الذهب، المنظومة الدفاعية، أداء كارفاخال في الذهب هو أداء اليوم، أداء ألابا في الذهب هو أداء اليوم، أداء كامافينغا في الذهب هو أداء اليوم، لاعبي وسط الميدان مودريتش كروس وفالفيردي كانوا بنفس القوة الدفاعية اليوم، ما كانوش لذلك كلشي يمشي منظومة. حتى لو كان لاعب روديغار مثلا رفقة ميريطاو في محور الدفاع وخرج ألابا ظهير أيسر، كان ممكن أنه الريال يخسر بستة. لو كان لعب التغييرات الناس اللي تتحدث عليها تقول لك لو اشرك مثلا تشواميني فوسط لو كان المشكل لم يكن في الدفاع او بعد المباراه. حنا نتحدث اليوم باريحيه، هنا رانا قاعدين تو فابيان نحكيو بكل اريحيه ونديكورتيكيو، لكن اثناء المباراه في الضغط
في كل الضغوطات اللي يعيشها المدرب يعيشها اللاعبين في أجواء الجماهيرية في كل شيء. هم اللاعبين سابقين هنا يحكيوا لك على المباراة اللي فيها ضغوط كبيرة وفيها دي جرون تشالنج. كاين اللاعبين ربما ليلة المباراة ما يرقدوش جيدا، كاين المدربين يبقاو يخمو طيلة ليلة المباراة. وفي المباراة أيضا لو فوت سي دي سا كونستونس، يعني أمور صغيرة تقلب لك مباراة. اليوم مثلا في 2-0 لو دخل ريال مدريد في أول 10 دقائق الشوط الثاني سجل كان ممكن نشوفوا مباراة واحدة أخرى. نعم. وممكن رانا نحكيوا اليوم هنا على ريال مدريد في النهائي وتغير. نعم. عدد من المعطيات. نعم.